توك مبلش دوامك في اول وظيفه، مستانس، متحمس، تبي تستثمر في وظيفتك، لكن لا تجي الرياح بما تشتهي السفن. تحدث مواقف تعكر عليك صفو الوظيفه وتقرر انك تقدم استقالتك. انت عندك سببك الخاص، انا عندي سببي، والناس اكيد عندهم اسبابهم. تعالوا مع بعض خلينا نشوف شنو راي الناس في هذه المساله. ان المكان ما يعجبني، او يعني مكان ما في راحه، يعني ممكن واحد يتوظف مكان ثاني مو عاجبه بيئه العمل. ساعات ثاني شيء الاشخاص اللي تشتغل معاهم، يعني هذا كله ياثر يعني على رغبه الشخص. احيانا يكون مثلا الاداره تكون سيئه، الواحد يحاول يغير المكان او يقدم استقالته. احيانا يكون ساعات العمل، اذا كانت ساعات العمل يعني طويله، هم الواحد يعني يشعر بالتعب في فترة من الفترات يفكر إنه يقدم استقالته. بسبب إن الشخص يتخرج من الجامعة أساس إنه متوقع إنه يمارس عمله، اللي هو مثلا كمهنة التدريس إنه يدرس، فيجد إنه هو يعني يقوم بأعمال لا تمت إلى التدريس بالصلة. فهذا الشيء يعني مو مهنة المعلم إنه يقوم بأعمال مثلا الأعمال الإدارية أو الأنشطة والأمور هذه، لا تخالف مهنة التدريس. يعني إحنا هيئة تدريسية نعطي المادة العلمية وانتهى الموضوع، وهذا سبب الاستقالة. والله الاستقالة كانت يعني أحيانا من مكان بعيد الدرب، أحيانا من المسؤول، أحيانا من الراتب، فلان محسوب على فلان ويك يعني مسؤول يحط ربعه. هذا الواقع، يعني أي واحد مسؤول سواء كان وزير ولا يكون مدير ولا يكون سواء أي كان، افكر يعني شيء طبيعي، اوف كورس يعني بيحط شيء الناس المقربين حقه يعني. فهذا شغله، والشغله الثانيه المشكله ان هذا ذبح للطاقات عندنا للاسف. يعني تلقى مسكين واحد ييك فاهم ودارس ومتعلم وتعبان على نفسه، ويك واحد ببرشوت لا دارس ولا شيء ويصير مسؤول عليه. والسبه الواسطه. والبعض للأسف إذا شافك قاعد تشتغل وشقردي وقاعد تعطي من قلبك ما يقولون خلنا نعطي ترقية، لا خلنا نكرفه زيادة ونزيد عليه الحمل.